ما اعرف. عموما هسه عندنا في الكونديشن انتم تعبانين لو صحيين لو في الكونديشن فيزا كان اكسترنال نود الاكسترنال اقصد فيزا اوف نوز يعني يقصد بها الاكسترنال بيراميد with vestibule تاخذين الان اللي هي المنطقه اللي تكون كفر وذ هير هاي ضمن الاكسترنال good antibiotic ونعطيك نقول له اخذ اوبر زين ونعطيه ايضا topical antibiotic اللي هو اي اونتمنت عاده طبعا ورا ما يصير امبروفمنت ايش قد احنا نعطيه البارانترال بارانترال عاده احنا نعطيه تقريبا 48 to 72 واكو كونديشنز ان جنرال عند احنا مو بس على البويل مرات يحتاج إلى أنتيبايتيك أكثر من يوم أكثر من يومين شو وقت زين نحول على الأورال أورال أنتيبايتيك من أشوف symptoms subside يعني أنا اليوم أني وارمة وحبايب خشمي ومنفوخة وأخذ injection for 2-3 days 4 days أشوف بدأ localize زين ممكن إحنا من يصير localize راح احنا قلنا راح تتحول الى فلكتشوانت ممكن انا اقدر اسوي درينج اذا كانت فلكتشوانت مبينه ابسس وهنا نحول الى الاورال انتيبايتيك انت احكي هذا از جنرال بس احنا بهذا الكونديشن نعطي سيستميك انتيبايتيك انتوبيكال انتيبايتيك وارجوكم رجاء يعني ان شاء الله الانتيبايتيك احنا للاسف وما ابرر نفسي الانتيبايتيك صرنا أنا ما أحدد شنو الأنتيبايتك أبد تشوفون يعني يمكن إذا تقرون كل محاضراتي حتى من أحددها يعني أقولكم يعني هذا على سبيل المثال بس إحنا ديلي دي يطلع دواء فإلى أن تتخرجون إن شاء الله بالسلامة وتقومون تكتبون أنتيبايتك راح ألف أنتيبايتك طالع يعني هسه المسبورين والما أدري منه هسه دي نشوفه كنا قبل على ايامنا ما نعرف شنو المسبوري زين لازقي لي بالانتي كلوكس وبالجرامايسين والفلاجي لو انسى اشوف نظره الانتيبايتيك زين بس ارجوكم رجاء الانتيبايتيك من نستخدمه اللي هو اعرف فيه شطوط يعني انا استخدمه نفسي من اتمرض مو استخدمه حتى اصرف لشركات زين لان هذا ما يرضي الله يعني انا انطي انتيبايتيك ما يشتغل يجون هوايه دكتوره رحنا على زيد رحنا على الامر انطينا اطباء والله الوصفه نعطي سيفتك زونونا يعني اقول راح اعطيكم نفس الدواء بس الدواء راح اكتبه غالي لان اصلي انطوا الاصلي وانطوا اللي يشتغل واللي المريض يحتاجه وليس انه مجرد اشياء ادويه يعني هاي ترى دكتور نعم بس اكو مثلا يعني اكو ادويه اصلا غاليه يعني لا شوفوا احنا نوازن ما بين الغلاء وال لا شوفوا المريض يعني انا من الناس اصرف ادويه غاليه بس شو اقول للمريض لمن اصرفها اصرفها فعلا للمريض اللي يحتاج واللي اشوف ما عندي سبيل غيره زين واشوفها افكتيف بس من يجيني مريض يعني سمبل انفكشن يحتاج انه يعني سمبل انتيبايوتيك انطهن انطي عندنا اكو ادويه تشتغل يعني انا هسه لو يخيروني ما بين ادويه سامرة وادويه الامارات اختار سامرة نتعلم انه الأدوية نجربها على نفسنا أنا والله العظيم ما مشتغلة دواء إذا ما مجربتها على نفسي وأحبها أصرفها ما حبيتها ما أوصفها لو ما أدري شنو ما أدري هو هذا طبعي بس إحنا المريض
نخلي الله بين عيننا. المريض شوفوا من يجي، أنا قلت لكم أنا أصرف أدوية غالية، لأن دائماً اللي يجيني يجيني المريض المستوي، يعني قل ما يجوني أول لقطة بالفيلم، وأشوف نفس الوصفات بس تعطين هاي الأدوية اللي ما أعرف شنو الشركات. زين أقولهم راح أنطيكم دواء غالي زين بس يشتغل، وقد ننطي ننطي ترى يومين، ننطيهم هواية، يعني أنا أنطي مسبورين لمدة يومين أحسن ما أنطي سيفترايكزون اللي هو العادي لمدة 6 أيام 7، راح تطلع البطانة أغلى من الوجه ترى. ودائما أكو يجيبوننا أدوية إحنا يعني بالعيادة، أنا دا أحكي لكم هاي لأن هذا تفشى عندنا ترى، هذا الحكي أهم من إنه دا أحكي لكم الكاركتر مال المرض، لأن ما راح تلقون أحد ينصح. أه والله ما يبارك ترى بينا، يعني جديات الله ما يبارك بينا. دائما اختاروا الأدوية اللي تشتغل، مو شرط ألا غالية. شنو اختار؟ شنو مال سامرة؟ والله أنا الباراستول مال سامرة عندي يعني عادل الفوتارين مال أسينوميفا. جربوا الدواء على نفسكم وشوفوا يا اللي يشتغل يا ما يشتغل. يعني أجرب وأنا مريضة وأنا مسخنة وأنا عندي كوليك وأنا عندي بالبيت زوجي ابني أختي، ونشوف ياهو اللي يشتغل. وأصلاً أكو هذول اللي يجيبون العينات أنطيها للمريض، أنطيها للمريض، هذول اللي يجيبون هواي مسبورين ويجيبون أدوية يعني غالية أحطها على صفحة، اللي يجي أنطيه لا أبخل على المريض. زين لأن هاي أصلاً هي يعني جو يقولنا جربوها، ما قايلنا إنه أخذوها لكم، وش نسوي إحنا ننتظر نتمرض حتى نضرب الأبرة. فعلى العموم إحنا ملخص الحكي إنه أنطي good antibiotic. ليش هو صار عندنا resistant؟ ليش هسه تشوفون الأدوية مدى تشتغل؟ لأن أكو للأسف أدوية ترى يعني هسه العرق سوق مفتوحة، يكتبون أدوية أشكال وألوان. زين يعني تشوفون من نحلها، أكو دواء انتبهوا عليه من تحلو ظلونا تخضون به ما ينحل، وأكو دواء رأسا يذوب، كل ما يكون عالي النقاء وكل ما يذوب رأسا. زين فشوفون هذا يشتغل، أنا ما أقول لكم يعني اشتغلوا لشركة معينة، لا اشتغلوا للي يرضي الله، انطوا good antibiotic للي يحتاج good antibiotic. أما إذا مريض مثلا يعني جايين يسمبل تونسلايت، أكو ترى مريض على لا شيء يجون يفرون على أطباء، هذول أنطيهم أشياء بسيطة. وأكو أمراض ما تحتاج antibiotic، ما أوصفها. ليش أوصفها؟ أنا يجوني مرضى إذن توجع مسدودة نعطيهم أبار سيفترايكزون ونعطيهم أشكال وألوان، ما أجي أفحصه ألقي واكس عنده. فننطي ننطي يرضى الله، خلنا نتفق كلنا دائما ذكروا المريض بينكم وبين رب العالمين، بين المريض وبين رب العالمين ماكو حجاب، هاي لازم تفهموها، بين المريض وبين رب العالمين ماكو حجاب. دائما لتبعون المريض ترى حتى مرات إذا الدواء غالي وما عنده يقول لك هذا دكتورة كتبيلي، أشوف بالفيس تقرون أنتوا كلكم نقرأ إحنا بالفيس، المريض بحاجة إلى دواء وكلفة الدواء 120. أنا من أقرأ الدواء مالتي فيتامين، شنو هذا المالتي فيتامين اللي 120 هو سي بي؟ أقول له روح اشتري كل وين موز وبرتقال أحسن مالتي فيتامين. إحنا ما نريد نصير على طرفي نقيض، لو أنطي فشي سخيف لو أنه ما أنطي، أنطي سخيف وغالي. يعني أنتوا ترى المالتي فيتامينز كلش كفر كفر الأسعار مالتها، والله بدي يحملوا لي والله مرضى مرات يجوني ودكتورة لا ما نريد تسوي لنا فلان شيء مثلا تحليل، أو لأن إحنا راح هسه كتب لنا وأجي أباوع 5000 مالتي فيتامينز، يعني ماكو داعي. أنتوا تشربون مالتي فيتامينز؟ والله مني أنا بالنسبة لي والله ما أشرب. فعلى العموم انه نصرف دائما اللي افكتيف، وهاي واحده من هذا انه حبايه شنو حبايه دا انطي مس، والله انطي مسبورين وانطي اموكسيل واقول للمريض بيد ريست وانطي جود انرجيسيا. هاي الحبايه اللي ما تعجبكم بالخشم، لان ما تتصورون شو قد تسوي لنا مشاكل. نرجع على فيستيبولايتس، شنو الفيستيبولايتس؟ الفيستيبولايتس هي ايضا هاي المنطقه اللي قلنا كفر وذ هير فوليكل،
اي يعني طبعا الانفكشن هو ستاف اورياس زين الموست كومن بكتيريا ستاف اورياس ودائما الفيستيبولايتس تكون اسوشيتد وذا كورايزا. شنو يعني كل التمنشولين شايفين من النشل ورا يوم يومين واحنا نمسح خشمنا رننج نوز وكل سنه نمسحها شو يصير بينا؟ مو شوفون يبدا الخشم يتقشط ويمر؟ مو بس سمعوني مو عندك ترى كل التا يصير الخشم مالنا احمر ومقشط ويابس مو هذا هو هاي الفيستيبولايتس. زين ليش صارت؟ صحيح صارت انه اوكي احنا دا نقرا ستاف كوكس اورياس بس هو الكوز ترى نتيجه الاريتنت irritation of the يعني هذا discharge اللي هي الراينوريا واحنا كل سرابين دا نسوي فيصير نوع من الالرجي ولهذا نعطي antibiotic and steroid. عادة نعطي topical antibiotic وستيرويد زين شوية أصلاً من الناس استخدم الكوادردرم هو بي antibiotic وبي ستيرويد زين بس انتو شايفين شلون يمضي قوم ومرات خاصة هذول اللي لو immunity يكون pain عندهم طبعا وممكن هم يسوي لنا نفس مشكلة البول بس عادة انت شوية دهن نخلي ينتهي الموضوع ها. زين اللي يهمني بالفستيبولايتس انه نذكرهم يجونا دائما اطفال يونيلاترال فستيبولايتس يونيلاترال حطوا عليها 35 خط يونيلاترال فستيبولايتس يعني شنو يونيلاترال نشوف بس مثل الام تجي تقول دكتوره شو خشمه هاي الصفحه دا تجري ونشوف سلايتلي اكو يعني موجود احتقان بوحده من الفتحات او يجينا المريض الام شو تقول احس ريحه عندها ما طيبه دكتوره يمكن بلاعيمه هاي الام الدلوله شويه هيك تحكي تقول يمكن بلاعيمه بس احنا ننتبه على خشمه اكو يونيلاترال فيستيبولايتس اخلي 35 الف خط جواها انه اقول هذا فورم بدي انتل بروف اذروايز اذا يجيني طفل او منتلي ريتارتد واشوف يونيلاترال فيستيبولايتس فهاي شو نقول عليها فورن بادي انا من اقعد ادور على الفورن بادي يجيني طفل وخشمه واحد يجري سواء يونيلاترال ديسشارج او يونيلاترال فيستيبولايتس احتقان شويه اقعد ادور على الفورن بادي زين ومرات حتى اذا ما نلقي فورن بادي ننطي اوكي انطي ديكونجستن وانطي انتي بايتي واقول لهم يومين ثلاثه وطبعا احتياجي اي اوينتمنت اقول لهم يومين ثلاثه اذا ما صار الطفل زين رجعونا اياه شو نسوي؟ نسوي له اكزامينيشن اندر انستيزيا لان مرات يختل بالانفيرير تربنيت وما نقدر ما نشوفه يعني انا مره لقيت عجوه بالميدل تربنيت ما نشوفها ما شفناها لا بأشعة تبين ولا بالفحص تبين زين فهنا إذا الطفل يعني أدور وما ألقي أقول أنطي أنتبايتك أقول إذا بس كتي أمر رجعوا لي زين حتى نشوف إذا not improved examination under local general anesthesia فهنا unilateral 35 خط نخلي unilateral nasal discharge بالأطفال يابا أو vestibulitis هذا فورم بدي صرون طبيبات أطفال أطباء أطفال صرون أنف إذن جراحي وبأي مكان من يشوفون طفل unilateral قولوا هذا شنو فورم بدي زين لتريتمنت احنا قلنا vestibulitis هو steroid ointment و antibiotic شو هاي هي vestibulitis هاي الكروستيشن موجودة هذا unilateral تشوفون السوليولايتس شنو السوليولايتس طبعا هي خلينا نقول شنو نقول عليها stages of boil يعني البويل اول ما تبدي ترى سوليولايتس وبعدين لوكالايز وراح تكون
يصير عندي هالفلكتوانت اريا زين. فاذا السيلولايتس هي نتيجه اكوت سيبريتنج انفكشن اوف ذا سكن. هذا السيبريتنج اوف اكستين ديبلي يعني سبكوتينيوس تشو. الكوز هو بيتا هيموليتيك وستربتوكوكس، هي هاي اللي موجوده متوفره بالعين زين. من نفحص المريض اللي عنده سيلولايتس شوفوا يعني هنا عفوا ما اقدر اميز ما بين الويل اقول الهيلث تشو والديزيز تشو. هسه احد يقدر يقول لي هذا اكو خط واضح؟ ماكو خط واضح بين شوي يمكن اذا انهي العرض يبين اكثر. ده تشوفون اذا تشوفوا هاي شلون واضحه ده تشوفون، بس انا اقدر ارسمها بخط واضح انه افصل السيلولايتس عن يعني الهيلثي عن الانهيلثي ما اقدر. فهو يكون ال ديفايند يعني ال ديفايند مارجن. هذا منه السيلولايتس اهم ما يميزها ال اندوريتد وذ ال ديفايند مارجن بين اريثيما اند اديما. الكومبليكيشن حالها حال الفرنكلوسز زين، ممكن يسوي لي كفرنا سينس ترومبوس. التريتمنت نفس الحكي مال الفرنكلوز اللي هي ابلكيشن اوف مويست هيت، وعندنا انالجيسيا انتي بايوتيك بارنترال اند توبيكال زين. شنو هذا الارسيفيلس؟ الارسيفيلس طبعا هو A specific infection for the external aspect of the nose by the streptococcus. هي سوينا streptococcal infection نفس الحكي اللي يخص السيلولايتس، لكن شنو الفرق؟ السيلولايتس قلنا الانفكشن extend deeply to the subcutaneous tissue. هنا لا، هذا superficial، ولهذا من راح اشوف أنا راح شوية أنهي العرض لأن شوفوا هاي الصورة، شوفوا هاي الصورة شلون واضحة المارجن well defined margin. إذا نميزها أنتوا هاي الصورة طالعة يمكم مو عندك شارع ده شوفوا هاي وده شوفوا هاي الصورة الأولى. شوفوا على الإيرسيبلس شلون يكون واضح well defined margin بينما هنا ال defined margin. ليش هاي وشوفوا اللونه strawberry in color تشوفون ستروبري ان كلر يعني شنو لونه قرمزي صاير، بينما هنا سيلولايتس يكون يعني ريدنس. شوفوا هاي الصوره الثانيه تشوفوا شلون كلش واضح الهيلث من الديزيز، هذا الديزيز وهذا شوفوا مرسوم. الارسيبلس هو ستربتوكوكس انفكشن ويصير نتيجه انه اكو فد A small tear in the skin راح يصير عندنا swelling indurated ويكون طبعا يبدي يصير هذا اللون القرمزي ويبدي يظهر عندنا pudderange appearance. What's mean by pudderange appearance؟ يلا من يعرف شنو pudderange appearance؟ يلا مين يزود؟ يلا من يجاوبنا؟ إسراء إسراء فت مايك. نعم دكتورة. شنو بودرانج أبيرانس دكتورة؟ ما أعرف. محمد إيس أحمد محمد. نعم دكتورة. شنو بودرانج أبيرانس؟ شوفوا أنا ما أريد إنه من نقرأ المحاضرة نقرأها بدون هاي مصطلحات طبية ترى ولهذا أنا أوقف يمها. شنو البودرنج أبيرنس وما أخذيها أنتوا ما أخذيها وراح أقولكم وين أخذيها. يلا محمد. نعم دكتور. تسمع سؤالي؟ نعم دكتور. قلت إنه الإيرسيبلس راح يكون ستروبري إن كلار اللي هو برايت ريد كلار ويكون بودرنج in appearance. What's mean by بودرنج appearance؟ ما أعرف. من يعرف؟ الثلاثي البرتقالي؟
هسه حكى فندي وعبد المهيمن مو؟ نعم دكتور. ايه عبد المهيمن شو تقول؟ دكتور هاي مثل لونك شو البرتقالة؟ هون رانج ابيرنس شايفين البرتقالة بها المسامات؟ نعم دكتور. شلون تكون المسامات مالتها واضحة؟ مو البرتقالة الناعمة لا، البرتقالة اللي تكون المسامات مالتها شايفيها شلون من تكون واضحة؟ شايفين هاي القشره يكون شويه ثخين وتشوف تحسوها هاي المسامات مالتها، هو هذا البودرنج ابييرنس يعني مثل قشره البرتقاله. هاي وين ماخذ المصطلح؟ مثل بالبريست كانسر. عافيه اكسلنت، بالبريست كانسر متاكده ماخذيها انتم، يعني احنا اني هذا المصطلح مو بس اني كل احنا ناخذ هذا المصطلح صف رابع طبيه بالبريست كانسر. عافيه زين نرجع للمحاضرة. يلا البودرنج ابيرنس معناته قشرة البرتقال يكون شاين تيادي ويكون well defined margin، وهو قلنا بما انه ستربتوكوكس ويمكن اللي ما يعرفها يشخصها عن طريق الاي اس او تايتر، واعتيادي من بحدود 2 ويكس راح ينتهي كل شيء. والانتيبايتك ارجوكم تمسحوا البنزايل بنسلين لان الانتيبايتك اكوردنجلي. زين الامبيتايجو شنو؟ امبيتايجو امبيتيجو المهم شنو الامبيتيجو؟ هاي الصوره مال شايفين الاطفال هذول صوره هيجي شايفين جهال هواي هيجي، هذا هو الامبيتيجو. ويكون عندنا تو تايب طبعا المسؤول عنه هو ستربتوكوكس وستاف، وعندنا هو تو تايب البولس ونون بولس. البولس هذا اللي يكون هوني كام ابيرنس مثل الشمع مات العسل، هذا بولس يكون نان كونتيجيوس، هذا ايضا بولس. شوفوا على هذا هو النان بولس ويكون كونتيجيوس هذا، ولهذا احنا ما راح نعرف من الكونتيجيوس ومن النان كونتيجيوس. فشو نقولها للام؟ نقولها وصله نظيفه قطن بمي دافي وامسحها وادهنها قبل لا تمدين ايدك غسليها، وبعد ما تضيفي للدهن والهذا رجع غسليها لحتى لا تنعدين. زين نجي على الهيرب السامبلكس. كل التصائر عندنا كل عندنا فزه، بس اكو فزه عن فزه اللي هي لقمه حمى. من واحد الواحد تفرق، اكو ناس بس شويه راسا يفززون واكو لا ما يعني انا من الناس انا ما يعني ما اذكر صار عندي فزه، بس انا شنو عندي افطس تصير. اكو ناس لا شوفون يصير عناقيد صايره الفزه. ليش؟ لان هو اصلا الفيروس خاتم ينتظر همت الاميونيتي تقل. فشوفون اكو ناس هي عندها بحيث حتى توصل الى يعني للاوربت. طبعا التريتمنت مالتها عاده هو اساكلوفير اوينتمنت، اكو اي اوينتمنت، اكو سكن اوينتمنت، واكو عندنا تاب. زين اعتيادي انالجيسيا، وهاي دائما تصير. شوفوا بالطلاب بامتحانات نص السنه بالامتحانات وعلى الماجستير. زين تصير من الستريس الحمل هو اكبر ستريس. عندنا وحده سخنت، وحده سمعون صارت شوطه عندهم نتيجه زعله. هذول اللي ياخذون كيمو ما كيمو يعني لان لو اميونيتي، اكو قسم لها علاقه بالمنس، اكو هذول يسموهم اوتر ذا دور اللي يشتغلون برا دو تو سان لايت. فهي ماني كوزز. المهم هاي عباره عن الفزه حتى تعرفوها. التريتمنت هو قلت لكم اساكلوفير، اكو سيستميك، واكو عندنا السكن اوينتمنت، واكو الاي اوينتمنت نستخدمه بالخشب. نستخدم عادة الاي اوينتمنت. زين هاي شفتوا هالصور. الهيربس زوستر اللي هو اخو الهيربس سمبلكس، لكن هذا تايب 2 وهذا شويه قبى يكون، هذا ما يتشاقى. ياخذ الديستريبيوشن اوف ذا نيرف يعني الماب
مالت النيرف ياخذها. احنا نشخصها كاعتياد كلينيكلي، نشوفها على طول النيرف. وطبعا الهرب الزوستر انتم يمكن تقولون هذا وين موجود، باي مكان، بالبطن وبالرجل وبكل مكان، وبالتشيست وبالظهر يطلع، وبالقصة وبالإير. فالهرب الزوستر من الاشياء كلش كمان، وخاصه احنا هسه لان قلتنا ان سترس، يعني اني كمان اللي اشوفها هواي يجونا. نتبع ودائما دائما خلوا على بالكم دائما. يجون كوليسيستايتس، انا شايفه مرضى كوليسيستايتس ويدخلوها بالطابق انه كوليسيستايتس، وبالاكزامينيشن نشوف هذا الرش موجود على ديستريبيوشن اوف ذا نيرف بالظهر. زين فدائما نخلي على بالنا من الاشياء الكمان ترى، وانا من اقول كمان يعني مهم ترى، من اقول مهم يعني بالامتحان مهم، هذا قصدي. بالنسبه لنا وين يكون؟ عندنا بالفشل نيرف، وعندنا بالافثالميك ديفيجن اوف ذا تراجمينال نيرف، خاصه النيزوسيلياري، النيزوسيلياري برانش. هذا هو الهربس زوستر. طبعا سيفير بين، يعني هو اسمه بالعامي هو الحزام الناري، فعلا مثل النار. دائما يظهر عند هذول عندهم لو اميونيتي. وشنو اهم كوز اوف لو اميونيتي؟ من يقول لي اهم كوز اوف لو اميونيتي؟ يلا دايبتك. بعد هاي شو اسمها البنية، سولين اكو سولين، شنو سولين؟ شو معنات اسمك سولين؟ السمعيني سولين يا فاتح المايك، بس ما ادري ما تسمع، ما اعرف سولين. اوكي مروه شنو قطع الصوت عنكم؟ مروه شنو حبيبي؟ انا ايش دا اسال، والله نسيت وين ايش دا اسال. دكتور على لو اميونيتي، اي شنو الكومن كوز اوف لو اميونيتي؟ يلا قال لفندي دايبيتك. البور نيوتريشن، بعد منو؟ الايدز، ايدز شكوك فيها. بعد هديل، اكو هديل دكتوره؟ شنو الموست كمان كوز اوف لو اميونيتي دكتوره؟ يعني هو هواي اسباب بس ما اعرف يعني الموست كمان ها يعني ما اعرف شنو يعني الموست كمان، بس يعني هو الموست كمان هو لان انتوا لان تعرفون المكان راح اركز عليه. الموست كمان موكينج، ممكن شنو ممكن ايه؟ لا تعرفون ليش دا اسوي هيجي؟ انا اريد امشي المحاضره اخلص وبعد ترى حتى ما متعشيه يعني. تعرفون لان اكو المشكله احنا بينا، يعني انا اول الاخير وانا ما لحق، يعني مرات محاضراتنا هوايه يعني ايام من لحق ما اعرف اسوي سلكشن. ليش اعرف اسوي سلكشن؟ ما اعرف شنو المهم من شنو المهم من المهم، هو كلها مهمة، بس المهم هو الكمان. ما حد كان يقول لنا على الكمان، ولهذا أنا دائما أقول لكم يا طلاب ترى هذا كمان، فدائما أدور على الكمان. وخاصة هسه عندنا الموست كمان كوز أوف ذا ستريس، المفروض كل سنة نعرف هذا. تو حكيت قبل شوية براء أكو وحدة اسمها براء. نعم دكتورة. إيه شنو الكمان ببالك يجي؟ حتى هاي ترشيه باذنكم ما تنسوها.
دكتورة السموكينج؟ السموكينج؟ أي؟ زينب أكو، أنا أريد أتعرف على أساميكم. زينب، زينب أكو زينب حسين. خلاص وين زينب؟ نعم دكتورة. شنو زينب الموسكا ما تقولنا هاي معودين على اللو اميونيتي لول؟ إيه على اللو اميونيتي دكتورة. يعني احنا عندنا السموكينج، الكهول، هواية يعني ما اعرف هواية نقول بس شوفوا يعني انتوا هسه منو هذا الحجة هسه او ولد حجة دكتورة؟ انا منو انت تاج الدين شكيت؟ نعم دكتورة. ستريس يعني اكسلنت ستريس يعني يا مكثرها عندنا يا مكثرها. أنا ليش دا أريد والله هاي منو قالت إيدز؟ أكو واحد قالت إيدز والله والله العظيم أنا هذا كبري راح أطلع تقاعد ما شايفة واحد بس قارية الإيدز ترى والله شايفة الإيدز زين. أكو قالت وحدة الكهول ولو هسا إحنا عندنا موديل النرجيلة شباب وشاباتنا نرجلون بس يعني مو الكل. ما أعرف منو قال دايبيتك. صحيح الدايبيتك صار كمان كنا قبل نسمع إنه أكو واحد عنده سكر هسه ما شاء الله بس الموس كمان ستريس. هسه انتو راح اجي اضوجكم وامتحنكم واجيب لكم اسئله صعبه واللي حرس راسا شوفوا راسا تطلع له فزه وراسا اللي عنده هربس زوستر راسا يطلع له يقوب. فذا موس كمان وحده تعال هسه انا بعد شويه راح يجي رجله انا ما مسوي عشاء زين ايش طلعت احنا نداوم سو انا ولا ما احب يعني محاضرات بالليل بس راح تعارك وياي راح وراها رأسا حقي فرق ورأسا هاي الأفضل رأسا شنو إذا عندي هربزوس الرأس راح يطلع زين هو خاتل بالجنجليون مال النير ننتظر بس أحد يتعارك وياي حتى يطلع ننتظر بس أفخن ويطلع ينتظر إنه أكو بيهم أيام المنس هاي كلها تحت خانة منه تحت خانة الستريس. فالموس كمان كوز شنو هو ستريس فهمتوا وتروح على الأيدز يعني احنا وين وين الايدز زين يمكن قلت لكم انا والله العظيم ما شايفه واحد بي ايدز والله. المهم هسه عرفنا نرجع على موضوعنا شويه فهذا ينتظر بس يسترس المرض راسا يطلع زين. اذا الاذر كونديشن اللي هو الكرون كونديشن اللي هو تي بي هذا تاخذوه بالجلديه ولا راح نعلق عليها لان اصلا المرضى ما يجونا زين. هذا التي بي عندنا تيرشري والبرايمري يسوون اللي هو الالسراتيف واكو عندنا النوديول زين. عندنا الاذر طبعا هو يسوي لنا السر. عندنا ايضا السفلس ممكن يسوي البرايمري ليجن اوف سفلس زين. وعندنا التيرشري اوف سفلس هم يسوي نوديول نفس التي بي. وعندنا الاكنيروزيه او الاكنيروز الاشياء اللي هي تشوفون هيك يصير عندهم مثل التشققات ويصير دايليتد الفزل هاي هيك انا بس دا احكيها. راينوفيما تشوفون هيك هواي اشخاص ويايا. نعم دكتور ويايا. هاي الراينوفيما هاي شنو هايبرتروفي اوف ذا سبيشيس جلاندز. طبعا التريتمنت هي سيرجيكال اكسجن بس لنلح بالسيرجيكال اكسجن ليش؟ لان ممكن اسوي دامج للكارتليج. هاي الراينو فيما يسموها شو اكو هواي نشوف يعني مو هواي بس شايفينها هذا الشكل شايفيه احنا اذا تتذكرون جيرانكم ابو محل ابو تشوفوه عندها خاصه يعني اللي نشوفها بالميال يصيرون اكثر زين. هاي مني هاي اللوبس اريثماتوسس ده الذئبه الحمراء تشوفون باترفلاي ابييرنس. الموست كومن كوز اوف السر الموست كومن اوف السر ان ذا نوز هو شنو الموست كومن كوز اوف السر الموست كومن كوز اوف السر الليشمانياسيس بعد عين اذر تايب اوف السر بالنوز شنو هسه احنا قلنا الموست كومن كوز
هو الليشمانياسيس، حبة بغداد الكوتينيس ليشمانياسيس. بعد عندنا هسا أقول لكم انطوني أذر كوز يسوي لي ألسر. منو؟ منو تعرف؟ من يعرف؟ كم أظن؟ أخذت الإكزامينيشن أوف ذا نوز؟ مقاري؟ شنو ماخذي؟ يوم احنا شنو ليش؟ احنا الأحد. دكتور أنس ما حشاكم إكزامينيشن شي مال نوز؟ هذا محاضرة العملي. هذا محاضرة، احنا اللي نحكي على العملي. اه دكتورة ما اخذنا. ما اخذتوا عملي اليوم؟ أكون مشرح لكم الإكزامينيشن. المحاضرة. أنا دا أحكي على الكلينيكال سيشن موعدكم اليوم. The most common cause of the ulcer هو منو؟ cutaneous leishmaniasis, basal cell carcinoma, sarcoma cell carcinoma. The most common هو leishmaniasis. هو نشوف. زين. هسا خلصنا هذا the external appearance. نجي على the nasal inflammatory condition of the nasal cavity. Serinitis. Serinitis عادة احنا ماكو حدود بين النوز يعني nasal cavity وبين الساينس، هو دائما يكون عندنا rhinosinusitis. زين، فهو inflammatory of the mucosal lining of the nose، طبعا extend to the sinus. Acute، اي acute infection نقسمه الى، او هو الانفكشن in general، ترى انا من دا احكي in general يعني كطب كله. عندنا specific و non specific. شنو specific وشنو non specific؟ شنو معناته؟ يلا منو يعرف شنو specific infection و non specific infection؟ هاي مصطلحات ماخذيها. يلا منو يجاوب؟ specific معروفة الكوز يعني؟ اذا specific انه نعرف الكوز، مثلا الجونوريا معروف الكوز، عندنا الدفتريا معروف الكوز، مثل ما قلت لكم الارسيبلس هذا معروف، التيبي، الانتراكس هاي بكتيريا خاصه. بينما نقول اكيوتان سبيسيفيك اللي هي قد يكون فيرال سوبر ادد باي بكتيريا. زين، طلاب دقيقة عافية. دكتور أنس أخذنا examination ولا طلاب؟ يعني شلون؟ لا دكتور ماكو شيء. لا يعني اكو واحد حكى على الاكزامينيشن ما ادري ليش. المهم اذا عندنا اكيوت سبيسيفيك ونن سبيسيفيك، وعندنا الكرونيك سبيسيفيك ونن سبيسيفيك اللي هي الموست كمان يعني الكرونيك. طبعا النن سبيسيفيك الكرونيك نن سبيسيفيك اللي هي الاكيوت وتتحول الى يعني اكيوت نن سبيسيفيك وتتحول الى كرونيك نن سبيسيفيك. بينما الكرونيك سبيسيفيك مثلا اكيوت دفتريا سر كرونيك دفتريا. زين، عندنا ايضا من ضمن الموس كمان اللي هي اتروفيك راينايتس وراينايتس سيكا، هي نفسها ترى اتروفيك راينايتس ما ادري ايش ذكرها. راينايتس بيديكمنتوزا هذني من الموس كمان
عندنا زين. كل التنصير عندنا هاي الفلو لايك الناس هو هذا يقصد بها الاكوت راينايتس. زين اكو شوفوه الناس دائما منشولين والنشطه تطول مالتهم، هي عاده الاكوت راينايتس تكون فايرال سوبر ادد باي بكتيريا. زين الموست كمان ان تشيلدرن طبعا، والجماعة اللي عندهم لو اميونيتي، اللو اميونيتي اللي قلنا اكو واحدة ذكرت اللي مال نرش، المال نرش هم من اهم الكوزز اوف ديزيز. شوفون ليش نقول هم فقر وهم مرض، هو مو بايدهم لان مال نرش عندهم. زين طبعا قلت لكم اكو ناس دائما ينصابون بالفلو وناس لا، يعني قلما واحد انه يقول والله انا ما ادري كم حياتي مره مرتين من النشاء في السنه يجوز ان اليوم ان ثلاثه واطي. فشنو الكوزز اوف او البريدسبوزنج فاكتور انه واحد يصير دائما عنده فلو واحد لا؟ يا اما انه انا اشتغل بنيرسري يعني بالحضانه، او انا عندي مالتي يعني خلينا نقول عندنا يعني اي مالتي بارع، عندي اطفال هوايه ورايحين للمدرسه وجايين، فيشوفون انا دائما انشل وياهم، روح للمدرسه ازدحام ويجي، حاطه ابني بحضانه ويجيني هو ينعد وانا انعدي. الكلايمت شوفون بالشتاء اكثر من الصيف النشل. الانفايرمنتال فاكتور اللي يشتغلون هذول بال يعني هسه احنا خاصه مثلا انا من الناس كطبيبه انف واذن انصاب اكثر من طبيبتي النسائيه، انصاب اكثر من الجراح لان انا هو اختصاصي نشله تعرف. فهاي يعتمد على الاكيوبيشن، اكو ناس يشتغلون مو الاطباء لا يشتغلون مصفى، يشتغلون بمعمل ماطحين، بدت يعني الاكيوبيشن الى علاقه. نرجع على الفتيج اند الفتنس اللي هي معناتها سترس، ترى انا دائما مشغوله وتعبانه وعصبيه وقلقانه وجسمي كله نحلان ومسترسه النشر اكثر من غيري. انا عندي سبتال ديفيشن، ممكن اي نشطه تطول عندي ثلاث اسابيع اربعه، غيري ينشرون ويطيبون ويلحقون ينشرون مره ثانيه وانا بعدني ما طيبانه اصلا. زين او انا اصلا عندي فوكاي اون ثينك اوف انفكشن مثلا، انا فد عندي خلينا نقول فورن بودي بالساينس او في الفورن بودي بالساينس، انا عندي سني ملتهب دائما ودائما اصير ساينوسايتس وتخرخر لي على النيزل كافيتي. الجنرال ديزيز جماعه الرينال فيلر وجماعه الدايبيتيك زين. الكوزاتيف ايجنت اوف اكوت راينايتس هو الراينو فايروس وقدنا يعني والكورونا فايروس، اذا هي فايرال سوبر ادد باي بكتيريال. لها سجلت كورونا وكل تبطلنا هاي اللمس والقبلات، يعني دائما تشوفون هذول رايحين للعزاء واخذوا شرخله بالعزاء كلهم يبوسوهم، راحوا للفاتحه وراحوا للعرس ونفس الموضوع. فهنا الكونتاكت زين والكيسينج وهي هسه الحمد لله والشكر ابتعدنا عنها. زين نرجع على الكلينيكال بيكتشر، اول شيء كل التخن الذكر من النشل شو يصير عندنا؟ نحس في البيرنينغ. اول شيء شو انا تعبانه، شو سخنت يمكن مسخنه وتبدا عندي رجفه، هذا البرودرومال ستيج اللي هو يبقى فيو اورز، ابدا انا عندي شويه هل شيفرنج، احس شويه فيفر، بيرنينغ سنسيشن، احس خشمي، ابقى فد شيء
يعني sharp pain، هذا لحظة invasion of the virus. زين، وبعدين وراء يوم أو حتى لو وراء few hours يبدأ عندي الهايبرميك والإرتيشن، ويبدأ خشمي شنو راينوريا، تبدأ حرارتي تصعد، وأبدأ شنو أحس بالأوبستراكشن. ثاني يوم أبدأ أنا بالتوكس، يعني توكسين تشوفوني مسخنة متغطية ونايمة بصف كل هاي اللقطات نشوفها وإحنا نسوي، ونايمة بصف الصبا من الرجف من إيش قد ما بردانا. زين، وراها يبدي هذا الرنينج نوز، يبدي شنو يصير ميوكوبيريولنت. زين، ميوكوبيريولنت وخشم مسدود ومقفول، وبعدين شوي شوية أبدي يصير عندي امبروفمنت، وتنتهي القصة الحزينة بين 5 إلى 10 أيام، اللي هو يصير يعني يصير أنا لأن الجزء كوفيد والفلويد ونصير يعني differential diagnosis. هو عندنا اللي يميز الالرجيك راينايتس شنو المريض ده؟ سمعوني انتو كلكم؟ نعم دكتورة. الالرجيك راينايتس، الالرجيك اهم يميز الالرجيك راينايتس هو راح اطلع لكم صورتي حتى تلتهون شوي حتى تصحصحون. انا راح افتح كاميرا وراح نرجع على الارض تشوفوني. ها تشوفوني لو لا؟ نعم بعدنا شي يصير الانفلونزا راينايتس، وعندنا الالرجيك راينايتس والفازوموتور راينايتس. شلون اميز الالرجيك راينايتس؟ انه يكون ايش عندي؟ عندنا itching وسنيزنج ونيزل obstruction. زين، الانفلونزا شنو مميزها؟ انه الفيفر والتوكسيك والجنرال يعني جنرال ملايز. زين، الفازوموتور راينايتس شنو؟ من يقول لي؟ يلا منو يقول؟ منو يقول لي شنو؟ ها انتو بعد ما ماخذي هالمحاضرات مو بالله؟ يلا ما انا تعديت عليكم ودا اسألكم. الفازوموتور راينايتس شنو؟ طبعا نفس الالرجيك راينايتس، نسخة من الالرجيك راينايتس، لكن شو يميزها؟ انه عندها نيزل اوبستراكشن، راينوريا، لكن ما عندها اتشنج ولا سنيزنج. زين، هاي هي فازوموتور راينايتس والالرجيك راينايتس. الفرق بيناتهم انهم نفس هذا، بس الالرجيك يكون اتشنج والفازوموتور راينايتس لا، ودائما يصير بالحوامل نتيجة ايش اسمه الاندوكراينال كوز، اكثر شيء نشوفها. زين، هسه انا اليوم انشلت، او انتوا هسه ما شاء الله صرتوا اطباء، واحد اختك اخوك صارت نشلة عنده، شو تسوين؟ اول شيء ريست، ثاني شيء encourage the patient، واكو اشياء ما حاجتها encourage the patient for fluid intake. زين، humidification يعني شنو؟ humidity، نخلي فد، ولو انا هاي ما احب اللقطه انه يخلون الناس كتلي على الصوبه، ناس يخلون اكو هاي المبخره. زين، inhalation of menthol. شنو inhalation of menthol؟ من يعرف شنو المنثول اللي احنا نستخدمه؟
سؤال عام على علاقة بالمحاضرات، شنو المنثول؟ Inhalation of menthol. هسه واحد يقول شنو المنثول؟ دكتور مثل المرهم هيك يخلوه تبخير او ايش نسميه احنا؟ ايه هو مرهم فعلا، هو مرهم، بس شو نسميه؟ يسمونه فيكس. منو حكى هسه؟ تو واحد حكى. نعم دكتور، تاخذ الدكتور يسمونه الفيكس بالصيدليات. عافيه اسمك سعيد. انت اي المنثول؟ انا هاي من الادويه اللي مو بس احترمها، اقدسها زين، كلش احبها. اول شيء رخيص وشغله يخبل. هذا الفيكس او شنسى فيكس او شو نسميه بعد فيكس وشنو شو يسموه بعد؟ السيمكس. هذا الفيكس كل التنعر هذول اللي يقول ها إيه عندنا مال مكة وعندنا مال، هذا الفيكس هو هذا المنثول. طبعا خلي دهن صدره، اذا طفل دهنه ظهره وصدره بايده، او انه هو طبعا نفاذ راسا يطير ما يبقى دهن على الجسم، او انه نقولهم سووا تبخير، جدريه مال مي، دله مال مي، مثل بيها فد كلاص مي يغلي، احط شويه من هذا الدهن واستنشقه. اني من انشل فقط اخذ المنثول واخذ لوزنجس لحب العفو حب المص اللي هو منثول فقط وبس، هاي وكلش كلش الا شديد، لو يمكن اخذ باراسول سامره. هذا المنثول العظيم اللي هو فلسينات يخبل شغله زين. فالمنثول انهيليشن زين، بعد اعتيادي انالجيسيا لان احنا مسخنين، هو فايرال. بعد ايش ناخذ؟ يلا انتي بايتيك اذا كان عندنا سكندري، وبعد قبلها قبل الانتي بايتيك اخر شيء نخلي ايش ناخذ؟ دي كونجستنت قطرات. انتوا شايفين من نشرو الخشم ينسب ما نخلي قطره مو طبعا اكثر اطرافين نستخدم يعني طبعا، ودائما شوفوا من تستخدمون دي كونجستنت الله يخليكم دائما قولوا خمس ايام دائما. احنا يجونا هواي هسه اقول لكم ايش وقت يجونا نتيجه الدي كونجستنت، لان ما حد قال لهم ايش قد يستخدمون. فاذا التريتمنت هو بيد ريست، انكرج ذا بيشنت فور ذا فلويد انتيك، انهيليشن اوف منثول، هيوميديتي، انالجيسيا، انتي بايروتيك، وعدنا دي كونجستنت اند انتي بايوتيك. هاي كلها جنرال ولوكال، تلقوا باللوكال ايوه الستيم انهيليشن والفازو كونستركت اللي هو دي كونجستنت. زين الكومبليكيشن ممكن يصير عندنا هذول اللي دائما تتكرر عنهم، نيزو فرنجيتس، ساينسايتس، اوتيتس ميديا، اكيوت اوتيتس ميديا خاصه بالاطفال، ممكن تنتهي ترى بمننجيتس، تونسيلايتس، نفرايتس. اعتياد الاطفال دائما يشوفون نشل نزلت على صدره، اذنه التهبت صار اسهال. هذا الطفل دائما هاي شم كومبليكيشن، غاسترونترايتس، اوتيتس ميديا، تشيستي، لنف ادينوباثي يصير عندهم لنف نود انلارجمنت. زين البريولنت راينايتس هو انه يصير سكندري انفكشن، والكوزاتيف عاده ايذر ستربتو كوكس نيموني هيموفيلس وستربتو كوكس تايب اي. زين والتريتمنت هي نفسها لكن نخلي انتي بايوتيك الكرونيك انه هاي اما انه نوت ريزولف زين وتبقى لونج بيريود، لكن اهم يميزها انه تكون هي ليس سيمبتومز. زين شلون نشخصها؟ نشخصها على بريدسبوزنج فاكتور. يعني احنا هوايه يجون دكتوره راسي يوجعني، قالوا لي جيوب، هو هذا اللي يقصد عليها. زين شلون نميزها؟ نميزها انه على شلون اميز هذا ميجرين لو جيوب لو
يعني هي قلنا لكم ما تصير جيوب بعدها ولا يصير راينايتس بعدها، دائما راينو ساينوساتس. شلون انا يزهن الميجرين؟ واحد يقول دكتورة انا قالوا لي شقق، واحد قالوا لي جيوبك. من البريدسبوزنج فاكتور؟ انا دا اشوف عندي انحراف، دا اشوف رينينج نوز، اشوف مره بوست نيزال دروب، هذا مبين عنده كرونيك راينايتس. زين التريتمنت نفس ديتشا نفس الاكوت، لكن نضيف عليها surgical treatment for correction the predisposing factor اللي هو خاصة an anatomical cause. زين عندنا atrophic rhinitis، هذا type of chronic rhinitis. شنو atrophic rhinitis؟ هو atrophy of the nasal mucosa with underlying bone، يعني راح يصير destruction بالميوكوزا وبالبون. نشوف التيربلين طبعا تروح تختفي، نشوف من نفحص المريض خشمه كله متروس دبريز، شايفين ورقه شايفين ورقه البرتقال او ورقه النومي من توقع وتبس، شايفيها من توقع وتبس وتتبلل وتقطن. وصلتكم الفكره؟ ورق البرتقال الورق مال الشجر من يوقع ويبس وبعدين تطر عليه الدنيا ونشوف يقطن، شايفي بالضبط هاي الصورة مال الأتروفيك راينايتس. طبعا يجي المريض أنوسميا ما يشتم، من يطب في الدريحة باد أودر نشتمها احنا، هو ما يشتم، هو أصلا ما عنده عديم الشم وعديم النفس، ما يحس بالهواء، ما يحس انه دا يتنفس، ما يحس بالريحه. زين مرات يشكي من ابيستاكسس وهو يجي يقول انا طبعا اعتياد مصدع، لان ويحس انه هذا الفيلينج اوف دراينس حلقه ناشف. طبعا نفحص حلقه راح نلقي في بوست نيزل درب يابس. زين ما يقدر ينظف خشمه هو، حتى احنا من نطلع هاي الدبرز هو شنو العلاج مالته؟ دائما نقول له تعال سوي له كلينينج. شلون نسوي له اعتيادي؟ بالتليفورسبس نطلعها، شوفوها صايره قطعه صلبه، يعني هو الله يعيده على طول الانف مالته. زين هذا حد لا يصير عد اللي عندهم ما نرش، عد اللي عندهم لو اميونيتي اللي هم خاصه جماعه النفرايتس واللي ياخذون كيموثيرابي. زين والموست كومن كوز، احب الموست كومن كوز انا دائما، الموست كومن كوز اللي نسوي عمليه بالنوز، يا عليا يا نوع من العمليه اللي هي التربينيتومي او اس ام دي. شنو الاس ام دي؟ اللي هي هاي ماكل انفيرير تربينيت، يتشوهوها سب ميوكوزال دايثيرمي، ابن اسمه سب ميوكوزال دايثيرمي. يعني شنو؟ يعني انا عندي هاي شو اسوي؟ اني اجي اخلي فد نيدل صغيره تي اس اف نيدل وادخلها بالنص، واشويها، او نستخدم الليزر، ادخل الليزر هنا واكوي. للاسف اكو بهم شو يسوون؟ ياخذ لي هاي ويشوي، يعني سوبرفيشالي. ايش راح يسوي؟ راح يتلف لي الميوكوزا، السيليار كليرنس راح انتهى، راح يصير فايبروسيس، ينتهي المريض هنا فايبروسيس. اذا هو شويه يفتهم راح شو يسوي؟ يسوي تربينتومي، يقول لك انا على ايش اشوي وهذا، وجوز ندخل بموضوع الفايبرو، خل اسوي تربينتومي. تربينتومي يعني اقص من عندها، بما انه اني يعني مو سيرجيكال هاند وما بتدرب زين وما اعرف ايش قد اخذ، شو اسوي؟ اجي اشيلها عن بكره ابيها، افرغ النوز من التير. هاي الله ما خلقها احتباطا، هاش لله، هاي خلاها تصفي الهواء وتدفيه وتنظف الخشم، احنا جينا وقطمناها قطمه. ايش راح يصير؟ راح تنتهي بهذه الصوره العظيمه. هاي تشوفون، هاي هي الاوزينا او الاتروفيك راينايتس. هاي تشوفون يصير سكريشن، لان هي شنو فائده الانفيرال تربينيت؟
تنظف الخشم، هنا الخشم ما راح يتنظف وراح يصير عندنا شنو الكريستيشن وسوبر ادد باي بكتيريا. وشوفوا طبعا هاي من الجره تطلع قطعه واحده قالب، هاي هو الاتروفيك راينايتس. زين التريتمنت مالتها شنو؟ اول شيء كوركشن من نيوتريشن، ريموفال اوف كراست، نيزل دوش. شنو هذا النيزل دوش اللي استخدمه؟ 25% جلوكوز ان جليسرين. اقول للابو الصيدليه حضر لي قطره نيزل دروب 25% جلوكوز ان جليسرين. طبعا من يجيبوها مرات لان اهل الصيدليات اكو بهم مضمدين، اذوقها احس طعمها حلو الجلوكوز، نخلي المريض يقطر من عندها جود ريسبونس. اذا المريض قلنا مدى يستفاد من هاي كلها، ممكن سيرجيكال تريتمنت. شنو هاي سيرجيكال تريتمنت بالسيفير كيس؟ شو اسوي؟ اخلي احاول اخلي الميوكوزا ان ريست. شلون اخلي النيزال ميوكوزا يعني سبتال بيرفوريشن لازم اثنين اسدها. شو وقت افتحها؟ افتحها بعد 6 أشهر الى سنة. اذا كان ما عندي بيرفوريشن ممكن اسد واحدة ورا 6 أشهر او سنة افتحها واسد الثانية. زين هاي يسموها يانج اوبريشن. وقلنا المين كوز مالت الاتروفيك راينايتس شنو؟ هو الاكسسيف سيرجري. وش تايب اوف اكسسيف سيرجري؟ هو التيربيناتومي. تيربيناتومي ان واحد عنده هايبرتروف اوف ذا تيربينيت نتيجه الالرجي بازو موتر، او انه ياخذ ديكونجستن يصير هايبرتروفايد تيربينيت، فنجي نصير كل الشطار براس المريض ونقص اكثر من زياده. زين فكل شيء زايد كان ناقص. هاي من العمليات اللي مزعجه. ليش؟ لان اول شيء يصير عندنا بليدنج، ومرات احنا ما مشتغل زين، ما يعرف ايش قد ياخذ، شو يقص وينتهي بأن المريض يوميا مقابلكم، يوميا المريض مقابلكم. يعني أنا عندي مريضة مسكينة يعني تيجي وتروح ما أعرف شو أسوي لها، يعني مو أنا مشتغلتها، لا ما أدري مشتغلة بأربيل أو ما أعرف وين. تشوفون خشمها فارغ، طبعا من ننظف الخشم شوفوا وايد رومي، خشمها مفتوح بس ما تحس فيه. يعني هو المريض ما يحس أنه بالهواء من يفوت. ليش ما يحس؟ هسه إحنا نظفناه والخشم مفتوح. ليش ما يحس؟ لأن النيرف إندينج منتهية، دامج أوف ذا نيرف إندينج. فتشوفون إن المريض دائما يحس بنيزل أوبستركشن. الباد أودر مو هو يحسه، إحنا نحسه. سلايت أبستاكسز، وعندنا الفيلينج أوف دراينس، هذا المريض يحسه مو إحنا. زين آخر موضوع هو الراينيتس بيديكمنتوزا. شنو الراينيتس بيديكمنتوزا؟ شوف أنا حامل ورحت على طبيبة نسائية، قلنا ايش عندي راح تصير مع الحمل؟ فازوموتر راينايتس. اقول طريقه هي فحصتني اوكي، افي انا خشمي مسدود، هي هم خلف الله عليها ايش سوت لي؟ تعرف النازوردين والنازفرين اللي نشبه بدنا نستخدمها، تعرف الاوتريفينات تستخدم الجهه، ترى هسه انا يعني انا هسه مثلا ما اعرف الادويه اللي يستخدمها ابو يعني ام النساء ما اعرفها، اجوز اعرف واحد اثنين هيك اي بي. ابو الجراحه ما يعرف احنا ايش نستخدم بالديتيلز، ولا انا اعرف ايش يستخدم. او الباطنيه هسه من يجون على دراج مال الهايبرتنشن جزء اعرف ترى واحد اثنين، ما اعرف كل شيء. فهنا يعني هي بدها تستخدم الابنها بنتها هي اوكي بدها تعرف هاي راح تنطي تقولها اخذي قطره، ما تقول لها يابا 5 ايام واذا ما صرت زينه روحي على ابو الانفلذن، لا هي بنيه متفضله كتبت لنا ديكونجستن. المريضه هي حامل وخشمها الهايبرتروفي الانفيرير تربنت، حطت ديكونجستن، حطت نازوفرين نازوردين اوتروفين، الله فتح خشمي وابدي اجيب واكتب خشمي. زين او واحد النشل شوي طولت النشله وانطاه طبيب راح على جراح راح على ابو انف واذن وعنده 20 25 مريض وما عنده وقت يحكي وياه، قال له اخذ هاي القطره وروح. المريض استخدمها الله تونست، خشمي انفتح وابدي اخلي فد
خمس ست مرات باليوم، اسبوع اسبوعين وانا متونس عليها زين، والله فلاني كل شيء يفتح من طاني خوش قطره زين، شينتهي هنا راح هذا البرولونج يوز اوف نيزال ديكونجستد اسوشيتد وذ ذا ستراكشرال تشينجز انتربينيت ان ايكوز. شوف يكون ميتس التربينيت نيزال اوبستراكشن، طبعا يجون على حد يعني انا البارحه شايفه ثنتين خوات جوني يوم يوميا نشوف زين. واحلى شيء يجوك دكتوره ما هم يفتشوا لك بدون انت يعني تفزعهم، هم يقول دكتوره انا خشم مسدود بحيث ما اقدر انام ايده مو قطره، ايش قصر لك القطره وصار لك انت دخل داعش دكتوره صار لي 6 اشهر دكتوره صار لي 4 اشهر ينطون دائما برولونج هيستوري اوف نيزال ديكونجستنت. شوف المريض يجينا ليش؟ لان نيزال اوبستراكشن راينوريا هيديك ما يقدر ينام ما يشتم هايبوسميا دكتوره ما اقدر انام اذا مو القطره دراينس حلقه يابس نفسها كلها بحلقه زين. تيجي تفحصها شوفوا هذا النورمال وهذا الابدون خشم حتى تصير بوليبويدال اصلا زين، شوفوا هذا شكلها هاي راينايتس ميديكيمنتوز من ميديكيشن او شو نسميها ريباوند فينومينا. شنو ريباوند فينومينا؟ تقوم تشتغل عكس يعني مو ديكونجس مو تفتح للخشم تقوم تشتغل عكس نفسها ان تقوم تسد الخشم. المريض يخليها العدش لما نسد الخشم من المريض ايه المريض يخليها احنا مو توايز بيرثدي ننطيها، هو يستخدمها كل ساعة كل نص ساعة بحيث يرتاح خمس دقائق وترجع تقفل، هي هاي ريباوند فينومينا ما يطول مفعول خمس دقائق عشر دقائق زين. وشوفون من شلون نفحصهم من اخلي ديكونجستنت لهم ايه دكتور نفس هاي انا استخدم اقولها خمس دقائق وداعش نشوف الخشم ينفتح وعادي زين وكل شيء لا سبتال ديفيشن ولا شيء ولا بوليب ولا هم يحزنون. هنا شو نسوي؟ شنو التريتمنت؟ التريتمنت انه اول شيء طبعا هذول مشكله المرضى يعني شويه دكتوره دخل الله يخليش بس لا تقولي لي اترك العلاج. اهم شيء بالعلاج اوكي متى تترك العلاج لا تجيني باخذ فلوس انت ما راح تستفاد. فاهم النقطه بالعلاج ستوبينج نيزل ديكونجستنت دكتوره والله ما اقدر ما تقدرين مع السلامه انت طبيبه نفسك بنتي ما راح تستفادين راح تنتين بعمليات وما تستفادين. ونحاول نخوفهم للمرضى حتى يتركوها ثلاث ايام بس انا ما خش اعوف للمريض انه اتركه وهذا المريض ما يتحمل هنا ادكت صار عليها شننطي وياه انطي ستيرويد اللي هو راينوكورت يعني توبيكال ستيرويد زين حرام والله ولا تفتهم هاي الدكتوره لان انطتني ستيرويد انطتني هاي القطره هاي القطره ما تفتح الستيرويد ما يفتح الستيرويد شنو شغله ورا ثلاث ايام اربعه خمسه يبدي يشتغل ليطرد لي مفعول الديكونجستنت ونقول له فهمه قولها راح نعطيك قطره هاي القطره ما راح تشتغل ترى ما تفتح لك مثل هذه الشيء انت عاد تستخدمها بس هاي راح تطردها تطرد مفعول القطره الاولى. فورا ثلاث ايام راح تقول رحم الله على والديكم فتوني زين هو هسه اعطيته ستيرويد بس الستيرويد ما راح يفتح له خشمه اوكي راح بس يسوي ريموفال افكت اوف يعني اريد وقت انا عندي اصعب شيء بهاي هي الثلاث ايام الاولى شلون اترك القطره شنطي ما خش راسا راح اسوي له سيرجري لا ما نسوي سيرجري ترى هاي السيرجري بس اللي يعني ما يفيد بيهم. شو نسوي؟ اول شيء وقفنا التريتمنت اللي هي الديكونجست نطيت ستيرويد شو استخدم؟ المينثول انهيليشن المينثول مفعوله شنو؟ ديكونجستنت. طبعا اقول كل ما تحن على القطره روح خلي شويه بالدله مي وخلي واشتمه ضوج خلي على ايدك واشتمه زين بعد نستخدم السيستمك ديكونجستنت نعطي لوراتيدين قول له اشرب لوراتيدين يعني شوفوا ما نقول له اوقف وروح وقف العلاج وروح نعطي بديل اقول تعرفون بعد اكو اشياء هاي تركس تتعلموها
اخذوا حب مص هذا المنثول فشي خبل يعني يحس بتيار الهواء بارد يحس خشمه مفتوح. دكتوره والله ما احب هذا الحب المصي لعب نفسي خوش. تعرفون ايش نضيهم؟ قولوا اشتروا علج. هذا العلج شايفيه ابو المكعبات، هذا ابو الاقراص اللي هي النعناع. قول له بس اول هاي بس الريحه يعني اخذوها وذبوا للعلج. هذا المنثول كل هذا الحش اللي اعطيكم هو منثول. المنثول يخبل، منثول انهيليشن بس نسوي ستوبينج اوف ذا نيزال ديكونجست ستيرويد سيستميك اند توبيكال. الستيرويد سيستميك ايش قد نعطي؟ شوف تعلموا ما نعطي دي بيتا كورت هاي الانجكشنات اللي هي 6 اشهر 7 تشتغل بالجسم وتناقرت لي. نعطي بريزولون 4 5 2 يعني 2 باي 2 اللي هي 10 ملي جرام مرتين يعني هي الوحده 5 ملي جرام لمده 5 ايام. اتعلموها 5 ملي جرام 2 باي 2 5 دايز. هذا ما يحتاج الى تبرين الستيرويد ويشتغل انتي انفلاماتوري وما يسوي له مضاعفات. ننطي توبيكال انتي بايوتيك العفو توبيكال ستيرويد. زين هسه انا بس دا اشوف اللي يجونا بوليبويد او صايره هنا ممكن نسوي لهم ريدكشن اوف هايبرتروفي. شلون ريدكشن اوف هايبرتروفايد هاي البوليبويدال تربينيتشن اسوي ريدكشن؟ اسوي تربينيتومي بس التربينيتومي الاقص. ايش قد نقص؟ نقص بحيث يعني يعني تعرفون شنو هاي ايريديك اكسبيرينس عيني ميزاني انه ما اسوي اكسسيف سيرجري. ليش؟ مو اجي اشيلها كلها حتى لا ندخل موضوع الاتروفيك راينايتس. فهمتوها؟ هاي كل المحاضره ترى فهمتوا؟ نعم فهمتوا المحاضره؟ هاي هواي كمان عندنا الاتروفيك راينايتس وعندنا الديكونج هاي الراينايتس بديكمنتوزا اللي هي ريباوند فينومينا وعندنا الهيربزوستر وعندنا البويل وعندنا الفورم بادي المونيلاترال فيستيبولايتس. فورم بادي هاي كلها مهمه. محاضره هاي مهمه لان هواي كمان نشوفها. اكو احد عنده سؤال؟ اكو احد عنده سؤال؟ واضحه ان شاء الله دكتوره. بنات احد عنده سؤال؟ ما حد عنده سؤال؟ يلا والله يا عزيزي وأنا أتصفح الفيس اللي هو لا نأخذ منه عنده غير بس الكذب ترى. قول الأرض والسادس والمعلمية مشمول إحنا لحد الآن إحنا العملي حضوري إذا قالوا إنه صف الخامس